دكتور مصطفى محمود لا شك انه كان قيمه وقامه علميه، يعني حاجه ما فيش بعد كده وصف. وفعلا زي ما حضرتك قلتي ان هو فعلا دمج ما بين العلم والايمان، وفعلا راجل فهم معاني كلمات القران الكريم ومعاني احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، وله مؤلفات طبعا عده كثيره جدا انا قراتها في ايام وانا طالب في الكليه. كنا نحب نقرا كتب دكتور مصطفى محمود سواء الادبيه او الطبيه او العلميه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه في الكتاب: وما ينطق عن الهوى. فلا يمكن أن يكون هناك حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي نوع من أنواع الخطأ العلمي أو أي نوع من أنواع التناقض أو التضاد مع القرآن أو مع السنة. لا يمكن، مستحيل يحصل الكلام ده كله. لكن طبعا هو لا شك أن في بعض أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأحاديث كذا، هي دي اللي كانت عملت الإشكالية بس في بعض الأحيان، لأن اللي عملت التعارض في بعض الأوقات وعملت المشاكل. إنما الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء فيها. الأول الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان وصى سيدنا أبو هريرة بثلاث وصايا. سيدنا أبو هريرة قال ساعتها: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعون حتى أموت: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام قبل أن أوتر. دول ثلاث حاجات النبي وصى بيهم. الوتر، الوتر وصلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام وصلاة الضحى. كانت أول واحدة صلاة الضحى. الضحى نفسها فيها نص في القرآن ربنا أقسم بيه بنفس الوقت، لأن الوقت ذات أهمية. فقال والضحى، إذا وقت الضحى ده اللي هو من بعد شروق الشمس مباشرة، طبعا تحل الصلاة بعدها ب20 دقيقة أو 15 دقيقة، من بعد شروق الشمس إلى أذان الظهر، كل الوقت ده بيسموه وقت الضحى أو الضحى. خلاص كده، هذا التوقيت في الوقت الحالي من هذا التوقيت هو توقيت يدل على كمال صحة الشخص. يعني إيه؟ يعني لو أنا نمت فوانا نايم اكيد بيحصل طبعا، في طبعا جزيئات في الجسم بتموت، في حاجات مش خلايا بتموت في الجسم، في حاجات زي كده بتحصل في اثناء النوم. كل ده بيحصل، يعني انت نايم فالدم ساعات ما بيوصلش في حته، بيعمل كذا 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 كلام كده طبي. المهم ان انت وانت نايم بالطبع في حاجات كتير بتبقى سكون ساكنه، بمجرد ما تقوم من على السرير وتدخل الحمام او تشطف وشك او تعمل او تقعد بس من هذا الوضع، مجرد ما نعمل كده الوضع ده معناه ان انت عندك زي ما النبي قال 60 و300 مفصل اشتغلوا سلام. فالنبي قال كده بقى في حديث بعد ما قال لأبو هريرة كده، قال بقى: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هم عارفين ان واحد خلق على 60 و300 مفصل. فالنبي قال لهم بعد ما قال لهم كده، قال لهم كل سلامة لما تصحى من النوم وتلاقي نفسك سليم، ما هو انت سليم يعني اتحركت قمت دخلت الحمام كده 360 شغالين. ما لو واحد بس مش شغال فانت مش هتقدر تكمل الحكايه دي خالص. فقام قال لك ايه بقى؟ عليه صدقه. يبقى انا كل يوم الصبح مطلوب مني اطلع 360 صدقه، ادور على 360 واحد ادي له صدقه، عن اني انا عندي على عن كل مفصل اطلع له صدقه، ده تمن ان هو شغاله كويس. فالنبي عليه السلام راى ان في ذلك مشقه على الامه. فقال لهم: طيب خلاص، في كل تحميده صدقه، في كل تسبيحه صدقه، امر بالمعروف صدقه، نهي عن المنكر صدقه، ترفع الرجل على دابته وترفع عليها متاعه صدقه. يعني طالع تساعد الناس، تشيل لهم حاجتهم. يعني طالع كده لقيت اتوبيس وفي حاطط اتوبيس، واحده ست ولا واحد راجل ومشايل شنطه كبيره ومش قادر يركب الاتوبيس، امسك بايده وركبه هو الاول واركب انت بعدين، حتى لو فاتك الاتوبيس مش مشكله. دي فيها صدقه. الكلمه الطيبه صدقه. كل ديك انواع. بعدين النبي برضو شاف ان هيطلع ناس كسالى كده مش هيعملوا كل التفاصيل احنا بنحكيها دي، فقال: ويجزئ من ذلك كله ركعتي الضحى.